التاسع والعشرين من شهر أيار مايو 2018. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. برنامج اليوم يطل عليكم بحلقة جديدة فيها كثير من الأخبار والكثير من المعلومات. اليوم سوف نتحدث عن آخر الأخبار التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص تويتر وتفاعل معها المغردون. في السعودية ومع بدء العد التنازلي لعيد الفطر المبارك، تصدر هاشتاج بتسافر في العيد ولا قائمة الأكثر تداولا. لكن حصة الأسد شغلها شاب مالي أنقذ طفلا فرنسيا كان على وشك السقوط من أعلى بناية. المغردون لقبوا الشاب بسبايدر مان بعد وصوله للطفل في أقل من 30 ثانية. كذلك سنذهب إلى جولة مع أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية مع موجز لأهم الأحداث الأخيرة. أصحاب الكروش المتشائمين دائما من البدانة، اليوم نحمل لكم خبرا سارا لا سيما أولئك القاطنين في بريطانيا. الأخبار تتعلق بالعمل والوظائف، توصيات جديدة ستفرحكم كثيرا، ابقوا معنا حتى نطلعكم عليها خلال برنامجنا. جميعنا مشاهدينا يعشق اجتماع الأسرة والأصدقاء على الطعام، لكن تجبرنا الظروف في كثير من الأوقات على تناول الطعام بمفردنا. ومؤخرا أثبتت نتائج طبية مثيرة بشأن تناول الفرد للطعام بمفرده. خبرنا اليوم يحمل معلومات غير سارة للذين يفضلون التهام طعامهم على انفراد. بين الماضي والحاضر اختلفت تقنيات جراحة الأورام الدماغية المختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن. التقت سليم كنعان جراح المخ والأعصاب في مستشفى زليخة ليطلعنا على التقنيات الحديثة المتبعة حاليا في هذه الجراحة. هذه المواضيع وأكثر مشاهدين ضمن حلقتنا لهذا اليوم، ونذكر بإمكانية متابعتنا أيضا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر، وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. إذن نبدأ برنامجنا بمواقع التواصل الاجتماعي والأخبار التي شغلت المستخدمين. أهلا بكم. في موقع تويتر تصدر هاشتاج بتسافر في العيد ولا موقع التواصل الاجتماعي تويتر كأكثر الهاشتاجات متابعة على الموقع في السعودية. هذا الهاشتاج حظي بمتابعة وإعجاب كثيرين، وذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك. نتابع. وتفاعل الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع هاشتاج بعنوان خذها قاعدة، استعرضوا خلاله خلاصة تجاربهم وشاركوا قواعدهم السلوكية والاجتماعية والحياتية في محاولة لتغيير الأشياء السلبية في واقعهم. نتابع. كالنار في الهشيم انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر تسلق شاب بشكل سريع للوصول إلى طفل كان متدليا من شرفة إحدى الشقق وإنقاذه في فرنسا وسط تشجيع بعض المتابعين المرعوبين. ووصف بعض الناس الشاب المالي البالغ من العمر 22 عاما بأنه سبايدر مان حقيقي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد المهاجر بمنحه الجنسية الفرنسية، وكان هاشتاج مامادو غاساما إحدى أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر. ترجمة
تتغير أشكال الحواجب مع تبدلات الموضة وتختلف طرق وشمها بما يناسب الصيحات الجديدة، لكن يمكننا أن نشهد أخطاء جمالية فاضحة ارتكبتها بعض النساء بحق جمالهن عبر تغيير شكل الحواجب باتجاهات تبدو جديدة ومميزة. تحظى فتاة روسية بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكل حاجبيها غير المألوف، وبدأت شهرة الفتاة بعدما قام شاب بتصويرها بينما كانت تستقل باصا في منطقة روسية. لم أتلقى خطابا بكل هذا الكم من الأخطاء. بهذه الكلمات علقت معلمة أمريكية على خطاب وصلها من البيت الأبيض. معلمة اللغة الإنجليزية حازت على شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بعدما قامت بتصحيح أخطاء في خطاب أرسل لها من البيت الأبيض يحمل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المعلمة أبدت عدم رضاها عن الأخطاء الإملائية الكثيرة التي تضمنها الخطاب، مثل كتابة كلمات مثل الدولة، الرئيس، الحكومة والفيدرالية بحروف كبيرة في بدايتها، على الرغم أنهم ليسوا أسماء أشخاص. أيضا في أخبارنا مشاهدينا، ثلاث نساء من بين أفضل السائرات على الحبل شاركن في منافسات السير على الحبل بحذاء ذي كعب عال وسط إقليم هونان الصيني. في هذا الحدث الذي يقطع الأنفاس سارت كل المتنافسات بأحذيتهن ذي الكعب العالي على الحبل البالغ طوله نحو 70 مترا وسماكته 25 مليمتر، وقد علق في الهواء على ارتفاع 1300 متر، وقد فضلنا ترك الحبل دون شد. أذكركم مشاهدينا أن برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك وعلى قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط الظاهر أسفل الشاشة أمامكم. بعد هذه الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا، نتوقف مع فاصل ونعود لنبدأ أولى فقرات برنامجنا مع أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية. ابقوا معنا. أحييكم من جديد مشاهدينا وننتقل وإياكم إلى موجز لأهم الأنباء. وفيه قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن ميليشيا الحوثي تزج بالنساء في ساحات المعارك مما يتعارض مع الأعراف العالمية والعربية والأخلاقية.
وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي كشفت عن إفلاسها بتجنيد النساء والأطفال في ميدان المعركة. إلى العراق، حيث رد زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون الانتخابي مقتدى الصدر على سؤال حول التدخل الإيراني في رسم شكل الحكومة العراقية الجديدة، وقال الصدر إن إيران دولة جارة تخاف على مصالحها، مضيفا أنه يأمل ألا تتدخل إيران في الشأن العراقي. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مكالمة هاتفية على حتمية نزع كوريا الشمالية لسلاحها النووي وتخلصها من برنامجها للصواريخ الباليستية. وقال البيت الأبيض في بيان له إن ترامب وآبي بحثا التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية، وأكدا أنهما سيلتقيان مجددا لمواصلة التنسيق عن كثب قبل القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة. لاحق سنغافوريون منبهرون بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل أن يدركوا أن هذا الرجل البدين ذي الشعر الأسود الأملس ليس سوى شخص يقلده. ويطلق الرجل الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والصينية ويرتدي زيا يشبه الزعيم الكوري الشمالي، يطلق على نفسه اسم هوارد أكس. وقال هوارد إنه يتمنى نجاح القمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى التفاوض على إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية. لن تقلق بعد الآن على سيارتك أو منزلك، هاتفك سيحمي مقتنياتك من السرقة. إذ تخطط شركة أبل الأمريكية إلى إضفاء مزيد من المزايا على هاتفها الذكي آيفون لجعل الحياة سهلة ومريحة أكثر بالنسبة لمستخدميه. ووفقا لتقارير، فإن أبل تخطط لتوفير خاصية جديدة ستمكن هاتف آيفون من قفل أبواب المنزل والسيارة. وأفاد التقارير أن شركة أبل تعمل منذ عام 2014 مع HID Global، وهي شركة أمنية، من أجل إطلاق هذه الميزة الجديدة. هل أنتم من الناس الذين يشعرون بالرضا إذا كنتم تتناولون الغداء أو العشاء على انفراد؟ عليكم التفكير مرتين قبل ذلك. إذ أكدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن تناول الأشخاص لوجبات الطعام دون مشاركة أحد يعد أحد أهم أسباب التعاسة بعد المشاكل المالية أو الإعاقات الجسدية. وكانت الحياة الجنسية غير المرضية أو الحرمان من النوم والشعور بضغط الوقت من الأسباب المهمة أيضا لتعاسة الإنسان. في المرة المقبلة عندما تنظر بإحباط إلى زيادة وزنك، تذكر هذا الخبر. نشرت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بالتوصية الحكومية الخاصة بالبدناء وبالأخص أصحاب الكروش. أوصى مستشار حكومي بحسب ما نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية بضرورة أن يوفر أصحاب العمل أوقات مرنة لموظفيهم البدناء أو أصحاب الكرش، وطالبت التوصية بأن يأتي أصحاب الكرش إلى عملهم متأخرين حتى يتجنبوا الشعور بالقلق أو التمييز عند انتقالهم أو عودتهم من العمل خلال ساعات الذروة. إذا كنت تبحث عن إجازة مميزة وإن كنت تفكر أن تعيش لفترة مع زوجتك كأسعد زوجين في العالم، مستمتعين بقدر كبير من الخصوصية مع خدمة فندقية مميزة دون إزعاج، فهذا الخيار متاح مع فندق خاص. نشر موقع بلومبرغ تقريرا عن فندق مقام على جزيرة بمساحة فدان تقريبا، وعلى الرغم من كل هذه المساحة إلا أنه لا يحتوي سوى على جناح واحد فقط، فلا يمكنه أن يستضيف سوى زوجين فقط، وهذا ما يجعل الفندق مميزا جدا وخيارا مناسبا للباحثين عن الخصوصية. كل هذا مقابل 2950 دولارا لليلة الواحدة فقط لفردين. يمضي عشرات السوريين ليالي رمضان في مقهى قديم في العاصمة دمشق، حيث يستمعون إلى قصص تاريخية قديمة، ويروي حكواتي بزي عربي تقليدي قصصا تاريخية مثل قصة عنتر بن شداد. ويتحمس كثير من رواد مقهى النوفرة للحكواتي لدرجة
أن أحدهم يتردد على المقهى من 40 سنة مضت بشكل يومي ليسمع قصص الحكواتي. وخلط طوله بالعمر بالوهد قضي عليه ورفعه بقوة ساعديه وزنده وأقدامه وقد حلت به الخسارة. حام عشيرته الأمير عنتر بن الأمير شداد، وهو ينشد ويقول: صلوا على طه الرسول. تفتقر الجالية العربية والمسلمة في ألمانيا لأجواء شهر رمضان كتلك التي في الدول العربية، فتحاول الأسر الاجتماع على موائد الإفطار لتبدأ السهرات في محاولة للتخفيف من الغربة والحنين لأجواء رمضان في سوريا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في مدينة زيغن تعيش عائلة أبو شاهين. نزور العائلة خلال شهر رمضان، نلتقي أم شاهين التي تقوم بإعداد المواد الأولية لوجبة الإفطار. رمضان بيعني لي شهر مبارك، شهر التسامح، شهر التقارب، شهر العبادة، شهر ذكر الله، شهر التآلف المحبة، يعني كل شيء. نرافق أم شاهين لأحد المحال العربية حيث تشتري اللحوم والخضروات وكل ما تحتاجه في الطبخ، ومن ثم تعود للمنزل لمتابعة إعداد الطعام. أكيد أهم شيء عندنا كل يوم الشوربة، وهي يعني وجبة أساسية، والسلطات. اليوم طبخت ورق عنب مع شوربة، مع عندنا هناك يعني مشهور الفتة، يعني هي لابد من السلطة، الفتوش، الشوربات، التمر هندي، يعني هدول الوجبات أساسية كل يوم. هاي كبينية، يعني هدول كل يوم لازم تكون متواجدة على الصفرة. اعتادت العائلات العربية والمسلمة هنا الاجتماع خلال شهر رمضان، حيث تدعو عائلة أبو شاهين إحدى العائلات الصديقة لهم في زيغن. نحن هلأ بزيارة أصدقاء هون لنا، عم نحاول نستعيد ونحافظ على عاداتنا وتقاليدنا مثل ما كنا بسوريا، ونحس إنه كأننا بسوريا. طبعا ما رح تكوني مثل سوريا بالضبط، وإنما يعني عم نحاول نحن نحافظ على هالعادات اللي كنا عايشينها في سوريا. على المائدة تدور أحاديث عن الحياة في ألمانيا وأيام الصيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة. يقول أبو شاهين إن مدة الصوم طويلة وشاقة هنا. كنا نطلع بسوريا، كنا نطلع على الدوام ونشتغل. كنت أستاذ مدرسة بسوريا، كنت أروح على مدرستي وأرجع، وبعد ساعة ساعتين أرتاح وأطلع. كان عندي محل في منطقة الصناعة، وكنت أرجع، يعني ما كنا نحس بجو رمضان، كان فترة قصيرة كتير. أما بالنسبة هون لألمانيا، يعني الكثير الفترة طويلة، وما ما 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 بنعرف كيف بدها تمشي ساعة. تقريبا أكثر من 18 ساعة الصيام. بعد الانتهاء من الإفطار لابد من شرب الشاي، هي عادة لا زال الكثير من السوريين متمسكين بها، إضافة إلى السهرات خلال شهر رمضان وزيارات الأصدقاء في محاولة لخلق أجواء افتقدوها منذ وصولهم أوروبا. يمن شواف، أخبار الآن. يقبل مسجد شرقي العاصمة البريطانية لندن يقبل أموال الزكاة والصدقات خلال شهر رمضان بالعملات الرقمية، على الرغم من الجدل الذي يثيره تداول هذه العملات بين علماء الدين.
يعد الدماغ أهم منطقة في جسد الإنسان بحيث يرتكز به الجهاز العصبي المركزي والذي منه تنطلق جميع الوظائف الإدراكية والحسية والعقلية ووظائف اللغة. ولكن قد يتسبب النمو غير الطبيعي في خلايا المخ إلى الإصابة بسرطان الدماغ، أو يحدث يتعرض الإنسان لحدوث ظاهرة ورمية في المخ تسمى أورام الدماغ. بعد فاصل قصير مشاهدينا سننتقل إلى الدكتورة عبير عبدالله المختصة بالشأن الصحي في غرفة أخبار الآن، والدكتور سليم كنعان جراح المخ والأعصاب في مستشفى زليخة للحديث أكثر حول هذا الموضوع. ابقوا معنا. بكم معنا الدكتور استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور سليم كنعان في مستشفى زليخة، والحديث حول التشخيص وجراحة أورام الدماغ الحديث. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم. دكتور، يعني اختلفت جراحة الدماغ بين الحديثة بين الماضي وبين الحاضر، فما هي التطورات يعني الجديدة وكيفية مقارنتها بين الماضي وبين الحاضر؟ سؤال مهم. بكل موضوع بنبدأ بالتاريخ. نعم. طبعا بالتاريخ جراحة أورام الدماغ كانت تابو، يعني كانت محرم، كلام محرم. نعم. يعني إذا اكتشف مريض بورم في الدماغ وكان الاتجاه نحو إجراء جراحة لاستئصال هالورم، يسأل المريض ويسأل الأقارب والأهل والأصحاب، كلهم الجواب هو كلا، لأن في معرفة مسبقة أنه هالجراحة رح تكون من دون أي فائدة، بل حتى رح يكون في عندها تأثير سلبي على وضع المريض العصبي. تغير، تطور الطب وتطورت الجراحة، وحتى جراحة أورام الدماغ كان في إلها حصة كبيرة بهالتطور هاي. فكان لي أنا فرصة عاصر هالتغيير وإلمس هالتغيير اللي صار على بهال 25 سنة. صار في تطور كبير إن من ناحية التشخيص أو من ناحية التكنولوجيا في جراحة أورام الدماغ. صارت الناس عندها فكرة، تغيرت الفكرة عند الناس، وصار إذا بتحكي عن ورم في الدماغ واستئصال وجراحة العالم ممكن تتقبل هالموضوع. نعم، صار يعني الموضوع أكثر أمانا. صحيح. نعم. طب لو كان مثلا في ورم في الدماغ، ما هو يعني دور الطبيب في العملية والهدف منه؟ صحيح. يعني الهدف هو نفسه. نعم. على مر التاريخ الهدف نفسه. الأهداف هي بالأول نوجد طريق للورم، يعني بدنا نشوف كيف بدنا نوصل للورم، إيجاد طريق للورم، طريق آمن. ثاني شيء استئصال الورم بشكل كامل. بعض الأورام لا تستأصل بشكل كامل أو بشكل شبه كامل أو أكبر قدر ممكن. الهدف الثالث هو رفع الضغط عن الدماغ. بعض الأورام بتكون كبيرة وعم بتسبب ضغط على الدماغ وأعراض عصبية عند المريض قبل الجراحة، فهدف الجراحة أيضا رفع الضغط عن الدماغ لتحسين هالأعراض هاي. والهدف الرابع والأهم هو عدم إحداث أي عجز بعد الجراحة ما كان موجود قبل الجراحة. نعم. يعني ما فيش أي فائدة أنه مريض يفوت كان عنده شوي وجع ألم في الرأس مع مشكل صغير في النظر، بعد الجراحة يخرج من الجراحة بشلل نصفي أو بغيبوبة أو بعدم قدرة على الكلام أو الاستيعاب، طبعا بكون فشل بالجراحة. أربع أهداف بجراحة أورام الدماغ مهمة جدا. نعم. التطور التكنولوجي، تطور جراحة الدماغ أخذت يعني متسع كبير جدا. صحيح. صحيح. نعم. قبل ما ندخل في هذه التفاصيل دكتور، ما هي التطورات الحديثة في تشخيص الأورام؟ نعم، لابد من الإشارة إلى تشخيص حالات أورام الدماغ اللي تطورت جدا كمان في الفترة الأخيرة. كنا في السابق ومش من زمن بعيد، يعني خلينا نحكي من ممكن من 30 سنة في أواخر الثمانينات، ما كان في حتى التصوير الطبقي المحوري اللي هو معروف بالمقطعية ما كان موجود. يعني كان التشخيص بدائي جدا، نحقن هواء في السائل الدماغي في أسفل الظهر، ننتظر الهواء ليطلع للمخ ونسوي أشعة عادية في المخ ونشوف إذا هالفقاعات الهواء كانت في مكانة في بطينات السائل أو هي زاحت من اليمين أو اليسار، لنكون عندنا نكون فكرة أنه في جسم غريب جوا
بيطفش الدماغ يمين أو يسار. طبعا ما كنا نشوف الورم لحد ما الصورة الطبقية المحورية اجت ووضحت صورة شوي وصرنا بدأنا نشوف الورم داخل الدماغ، لكن ما كانت الصورة بالوضوح اللازم، وحتى كان في بعض الاستثناءات لبعض الأورام اللي ما كانت تظهر بشكل واضح. لا، إجا تصوير الرنين المغناطيسي واللي كان صورة أكبر وأكبر، وضحت الصورة أكثر، زالت الاستثناءات. أي ورم في الدماغ ولو حجمه بالمليمترات نقدر نشوفه بالرنين المغناطيسي، ونقدر نشوف حتى ردة فعل الدماغ لها الورم. متورم الدماغ أكثر من هالورم، في معركة بين الورم والدماغ. كل هالأمور هاي سهلت على الجراح طريقة الدخول إلى الورم، وقدر صرنا الحين بناء على تصوير الرنين بنقدر نحذر شو نوع المرض وشو طبيعة هالورم ومن أي درجة. نعم، خبيث خبيث الأثار الجانبية كلها كل شيء، ووضع خطة للعلاج 100%. نعم. طيب من هذا الحديث، إيش التطورات الحديثة للعلاج في جراحة المخ والأعصاب؟ بناء على كل هالتطور في التشخيص تغيرت المعالم كلها، ودخلت التكنولوجيا في جراحة الدماغ. نعم. زي إيش مثلا دكتور؟ يعني هلأ ممكن أنت دخلت التكنولوجيا، ممكن التكنولوجيا تعني مثلا في علم الفلك، أوكي. نعم. أو تكنولوجيا في السيارات، أو تكنولوجيا مش عارف في مكننة الدوائر الحكومية أو. نعم. تكنولوجيا دخلت في جراحة الدماغ من باب الواسع، يعني دخل المجهر في جراحة الدماغ. المجهر صار الحين عنصر أساسي في جراحة أورام الدماغ. من دون المجهر الجراح ما بيشوف تفاصيل دقيقة، الاستئصال بكون مش بالطريقة المثلى. تطور المجهر بشكل كبير، حتى المجهر صار تكبير الصورة شيء هائل، ووضوح الصورة وحتى التمايز بالإضاءة بالمجهر أو المايكروسكوب. هالأمور هاي سهلت جدا على الجراح وحسنت من نتيجة الجراحة. طبعا في عنا المنشار الكهربائي، عنا يعني نحن بنفتح الجمجمة، نحن بحاجة لنافذة من ده بالعظام. تطور المنشار بشكل كبير، اللي أنا قبل عصرت فترة نفتح بالمنشار بالإيد، يعني مثل الفلاح اللي عم ينشر جذع الزيتون مثلا. نعم. لا، الحين صار منشار كهربائي وتطور جدا الحين، حتى انه السرعه الفائقه لهالمنشار ممكن تسمح للجراح يفتح الجمجمه بدقيقه واحده. نعم. بينما كان هالفتح ياخذ ساعه او ساعه ونص قبل. كل هالامور هاي، حتى نحن في مستشفى زليخة عندنا المنشار الحديث، وعندنا المجهر الحديث اللي هو كينيفو 900، اللي هو أعظم مجهر الحين في العالم. نعم. شغل كارل زايس اللي الشركة الألمانية. تقنيات حديثة حسنت جدا من جراحة أورام الدماغ. نعم. عندنا كمان بدنا نذكر الصورة الصوتية داخل العمليات. طبعا الصورة الصوتية شبيهة بالصورة اللي بتسويها المرأة الحامل، أو لنشوف الحصى في المرارة أو عضل القلب. نحن دخلنا الصورة الصوتية في جراحة الدماغ، خاصة بعد فتح الجمجمة، لأن العظام تمنع من مرور الموجات الصوتية إلى الدماغ. لنفتح على الدماغ نستعمل الصورة الصوتية، وفينا نشوف الورم موقعه، وفينا نتابع بالصورة الصوتية خلال الاستئصال لنأكد أنه نحن ماشيين بالاستئصال. بعد في ورم بحاجة لاستئصال أكثر، صرنا بالطبقات العميقة، ممكن بعد فيه سنتي أو في وسط هنا على اليسار أو على اليمين. ساعدت جدا الصورة الصوتية حتى بإتمام الاستئصال. نعم. على هالأساس هيدا كمان بناء على الصورة الصوتية دخل شيء اسمه الملاحة الدماغية. نعم. يعني in English neuro navigation. هيدا كمبيوتر كبير موجود بالداخل غرفة العمليات، يلقن بصورة الرنين اللي تسويت قبل الجراحة، وبناء على نقاط مراجع على رأس المريض كل هالمعلومات هاي تدخل بالكمبيوتر، بصير بالآخر في بروب مثل لاقط داخل العمليات داخل الاستئصال، بيعطينا فكرة على صورة الرنين
وين صار الاستئصال؟ نحن مشينا لاخر الورم او بعد فيه شوي اكثر حوله، او كل هالتقنيات هاي لحتى تعطينا استئصال اكثر وتفادي الدخول في الدماغ الطبيعي. نعم. عندنا رسم الخريطه الدماغيه كهربائيا كمان، هيدي تخطيط اذا بدك للدماغ. نعم. داخل الجراحه نستعملها اكثر لما يكون عندنا اورام ملتصقه بمناطق الحركه او الاحساس. نعم. كمان هي بنسوي نعطي شحنات كهربائيه للدماغ. نعم. بالنقاط اللي نحن بنشك انه هي عم تعطي حركه او احساس، وبنلتقط كل هالردات الفعل على جهاز صغير بيعطي تخطيط بيسمح للجراح انه يتفادى الدخول في اي مراكز مهمه عم تعطي اوامر مهمه في الدماغ حتى ما يصير في اي ضرر فيها. نعم نعم، هي طبعا دكتور كل حاله ولها التقنيه المعينه الحديثه طبعاً اللي ممكن ان هي تعالجها. صحيح. خلينا نتكلم عن مستشفى زليخه، ماذا يقدم تقنيات علاجيه في جراحه اورام الدماغ؟ كل هالتقنيات اللي ذكرناها موجوده الحين في مستشفى زليخه. نعم. استقدمت حديثا. نعم. وانا بقول لك انه حتى في كل مستشفيات العالم والمستشفيات الكبيره طبعا اللي بتتحمل تسوي هالجراحات هاي في تسابق زمني اذا بدك باستخدام كل هالتجهيزات هاي، لان جراحه اورام الدماغ من دون هالتقنيات التكنولوجيه الحديثه هي جراحه ناقصه. نعم نعم. كان معنا الدكتور سليم كنعان استشاري جراحه المخ والاعصاب في مستشفى زليخه، شكرا لك. شكرا لكم. ثانك يو. أحييكم من جديد مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى مختلفنا من الصحف العربية لهذا اليوم والتي نبدأها من صحيفة الأيام التي نقرأ منها ميزة في آيفون لفتح الأبواب. جاء في تفاصيل الخبر تعكف شركة أبل حاليا على تحديث شريحة موجودة على الغطاء الخلفي لهواتف آيفون الحديثة، ستمكن المستخدمين من فتح أبواب منازلهم وسياراتهم وتسديد الفواتير، ويطلق على هذه الخاصية اسم NFC، وتمكن هذه الخاصية أي جهازين من إرسال واستقبال الملفات بدون الحاجة إلى إنترنت. إلى صحيفة الغد الأردنية التي جاء فيها فيسبوك تحسن وظيفة المصادقة ثنائية العامل. أعلنت شركة فيسبوك أنه يمكن للمستخدم حاليا حماية حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة بصورة أفضل ضد عمليات الوصول غير المصرح بها، حيث قامت الشركة الأمريكية بتسهيل عملية تسجيل الدخول بواسطة وظيفة المصادقة ثنائية العامل. إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الحميض البريء يعزز عمل القلب. حدد خبراء التغذية قائمة بمجموعة من الأعشاب الخضراء النباتات الأكثر فائدة للصحة، وخاصة بعد انقضاء فصل الشتاء، وجاءت نبتة الحميض البري في قائمة المواد الأكثر فائدة لأنها تساعد على تعزيز عمل القلب والأوعية الدموية، كما تسهم في تقوية الرؤية. ختاما مشاهدينا من صحيفة البيان الإماراتية التي اخترنا منها لكم، صيني يعترف لميركل بقتل امرأتين. بدأت يوم الاثنين محاكمة صيني أمام محكمة مدينة إيسن الألمانية بتهمة قتل امرأتين بعدة طعنات في صالون تدليك. وبحسب بيانات دفاع المتهم، كتب الصيني البالغ من العمر 40 عاما خطابا من محبسه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اعترف فيه بجريمته. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من فقرتنا اليومية خطوة جريئة التي نسلط فيها الضوء على أفكار شبابية ناجحة لقت رواجا لدى المستهلكين. إلى مشروع جديد.
تقنيات التعليم والتفاعل بين الإنسان والآلة تطور كتير وصار التواصل بين الاثنين أكبر وأهم. فوتاك فكرة بتساعد على التواصل بين البشر والآلة وبتوسع المعرفة عند الإنسان. صار لي بدبي بحدود 4 سنوات. أنا طبيب أسنان ومبرمج ورائد أعمال. بالرغم من أنه اختصاصي الأساسي هو طب الأسنان ومعي دبلوم بالجراحة وماجستير بزرع الأسنان، لكن كان عندي هواية أو شغف بمجال البرمجة وكمل هذا الشغف معي ضمن هالمرحلة لحتى تحول لشركات الحمد لله. شو كانت الفكرة الأساسية وراء هذا المشروع؟ فكرة فوتك هي اعتماد الذكاء الاصطناعي أو نظام التعرف على الكلام لحتى نقدم خدمة للأشخاص. وهذا مجال كتير ضعيف في المجال العربي، فبلشنا نحن أوائل الأشخاص اللي بلشوا بهذا المجال وعطينا نتائج كتير منيحة. لجين، هل ممكن تدخلوا أي تعديل ليتناسب مع الشركة الخاصة بحسب قوانين الخاصة؟ فكرة التكنولوجيا اللي نحن بانينا أنه نحن فينا نسوي لك كستمايزيشن أو نخصصها للجهة اللي عم نقدم لها الخدمة. وهذا الشيء اللي عم نطلب منه، فنحن بنينا تكنولوجيا موحدة وبعدين صرنا نستخدمها بعدة مجالات، فسواء بالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة أو الألعاب دائما بنساوي التخصيص ليتناسب مع طلب الجهة اللي عم نقدم لها. فأحد الجهات فرضا هون الحكومية طلبت منا أنه ندعم لهجات معينة هي لهجة دبي، وتساوينا شوية ريسيرش لقينا بدبي نفسها ما في لهجة واحدة وإنما في عدة لهجات، فكلهم دعمناهم ضمن التطبيق اللي عم نقدمهم. وكيف نقدر نستعمله؟ إذا كنت عم تراجع جهات حكومية فينك تنزلي التطبيق وتستخدمي التفاعل عن طريق الصوت أو عن طريق البنوك مثلا إذا بتحبي تتفاعل عن طريق الصوت، وإذا كنت بمجال الألعاب ففينك تشتري اللعبة أو تنزليها من الإنترنت وتتفاعل فيها. لجين، إذا فيك تعطيني مثال كيف نقدر نستخدم هيدا التكنولوجيا؟ هاي التكنولوجيا مثل ما اتفقنا هي بتشتغل بمجالين، مجال هو المؤسسات والجهات الحكومية ومجال تطبيقات الأطفال. رح نشوف مثال على كل واحد منهم. رح بلش بالتطبيق الحكومي، نحسن من خلاله نقدم على قرض منحة أو مسكن أو هيك أمور. هذا التطبيق نرحب بك في تطبيق معرف الإسكان، تبغي تقدم على خدمة ولا تستفسر عن خدمة؟ فأنا فيني أحكي مع التطبيق لحتى أطلب منه شو بدي ساوي. هنقول له هلأ مثلا بدي أقدم على خدمة. تقدر تقدم على هذه الخدمات: طلب إسكاني، طلب شهادة المديونية، طلب خصم الدفع المبكر، طلب شهادة لمن يهمه الأمر، طلب صيانة. هلا فيني اختار الخدمة اللي حاب نخدمك فيها. فيني اختار الطلب اللي بدي اياه لحتى امشي بالاجراءات معه. فرح نجرب احد الطلبات مثلا. أوكي. طلب اسكاني. تبى تختار استمارة قديمة ولا تقدم على استمارة جديدة؟ استمارة جديدة. شو هي حالتك الاجتماعية؟ أعزب. شو هي الخدمة اللي تبى تقدم عليها؟ وتقلو تقلو بشو بدي هون؟ تقلو الخدمة اللي بدو إياها. ما جاوبتني. ما جاوبت. فمثل شخص عادي يعني بياخذ منك المعلومات بيسهل عليك الموضوع انه انت تروح تقدم مطرح بوراق. هو الفكره انه نحن عم نحاول نستغني عن انه المراجع يروح للجهه الحكوميه، صار فينا نطبق كل شيء بده اياه عن طريق موبايل ابلكيشن. تمام. وبيقدر ينهي كل المعامله على الابلكيشن. تمام، يحمل وراقه ويخلص كل شيء بدون ما يراجع الجهه الحكوميه. حلو، خلينا ننتقل لكن هلا لتطبيق الاطفال. تمام. فالدمية هي بتجي من جزئين، هي بتجي دمية فيزيائية مع الكود تبعها كثير مهضومة وبيجي تطبيق موبايل بيتساوله اكتيفيشن عن طريق الكود اللي بيجي مع الدمية، وبعدين احنا فينا نبلش نلعب معه. بيختار اسم الطفل او اي معلومات بده اياها وبعدين نبلش، فبيطلب منه انه يدخل الايفون داخل الدمية. اوكي، رح يتسلى كثير الطفل. انا اكيد هلا بتشوفي انت كمان رح تسلى. ايفون ودمية يعني كل شيء بده. فمجرد ما دخل بس يطلع لنا وجه الدمية. اوكي، وانا بصير فيني اتفاعل معه. مرحبا، هل تحب ان نلعب لعبه تقنيه الافكار؟ تمام. نعم. هلا التفاعل بنسوي عن طريق الضغط. فمثلا انا ما بدي العب هي اللعبه، بقول لك فرضا غني لي غنيه. ففي اغاني وقصص ومعلومات وهيك امور. بالاضافه للتفاعل عن طريق الحكي ممكن تفاعل عن طريق اللمس او عن طريق الحركات الفيزيائيه. فانا ممكن ادبكه او ممكن زدت هيك كثير حلو. اوكي،
كثير عن جد اكيد بتتعلقوا فيه الاطفال لانه يعني كلاعبه مهضومه وكيف طريقه الحكي يعني في صوت بنت وفي صوت هو يعني بتحطي انت بتختاري الطفل انه هو صبي ولا بنت وبتعطي معلومات رئيسيه عنه هو بتصير بسوي له تراكينج لهدول المعلومات ليشوفوا هو عم يتطور تجاههم ولا لا ومن هنيك بيميز هو صبي او بنت وهلا عم ضيفه شوي شوي بلش يتعلم الاخطاء اللي عم تصير ممكن تقولي له وقت جاوبي خطا فبتقولي له لا هذا جواب خطا فشوي شوي هو عم يزيد المعلومات اللي فيه لحتى يحسن يتحسن مع الوقت تمام رجين شو هي الحدود اللي بتقدموها ولأي درجة ممكن تدخل بخصوصياتنا؟ وقت نتعامل مع جهات حكومية كمان عم يكون التحدي الأساسي بالنسبة لألون هو كيف نحافظ على خصوصية الزبائن تبعنا فنحن التقنية اللي قدمناها عم نحسن نتعرف على الكلام بدون ما نبعث الأصوات للسيرفر فبالتالي عم نحسن نحافظ على الخصوصية لأعلى درجة ما في أي صوت بيطلع من تطبيق للسيرفر تبعنا كل شيء عم يصير عن طريق الموبايل عم نحسن نفهم كل شيء ونرجع له نتيجة بدون أي تدخل من السيرفر وين بتشوف فوتاك بالمستقبل بعد سنة بعد 5 سنين أو 10 سنين؟ هلأ ضمن المرحلة القادمة عم نشتغل على عدة أنظمة جديدة تكنولوجية جديدة باستخدام الذكاء الصناعي والديب ليرنينج نتوقع انه راح يعني خلال هاي السنه ان شاء الله راح نقدم عده خدمات جديده واللي شايفينه مستقبلا اكويزيشن راح يصير للشركه نتامل ان شاء الله ان شاء الله لجان اذا حابب تقدم نصيحه لاشخاص عندهم افكار بس بعد ما بلشوا شركتهم اول شيء تاكد انه هذا المشروع له مكان بالسوق وبيتناسب تماما مع شغفك انت لازم تكون اثناء ما عم تروح على الشغل هو اكثر مرحله سعاده عندك موجوده فاذا كان يعني عم تشتغل تحت ضغط معين او مالك سعيد ضمن شغلك فرجع فكر مرتين لتتاكد انه هذا هو المجال الصحيح شو اكثر قصص النجاح اللي اثرت فيكم زي اللي اختارونا فيها لنكون على غلاف مجله فوربس كمان هي كانت تجربه ما بنساها اللحظه اللي وصلنا فيها للاتفاق على الاستثمار كمان كان لحظه كثير مهمه بحياتنا إن شاء الله على طول بتقدم شكراً لك رجين شكراً كثير لك استغلال التكنولوجيا لتحسين ثقافتنا فكرة مطلوبة بقوة فوتاك بيساعدنا على إيجاد الإجابة الصحيحة من خلال تواصلنا معه واستعماله كمستشار ثقافي ومعلوماتي يعود طلاب إلى المدارس لتحقيق حلمهم في التعليم بعد تحرير مناطقهم من احتلال داعش وهي مدرسة أشين التي كانت إحدى المقار العسكرية لداعش تعود لتفتح أبوابها للدراسة بالرغم من قلة الموارد التعليمية والكفاءات التدريسية هناك المدرسة الحكومية في مديرية أشين الأفغانية لم تعد مقراً لداعش بل أصبحت تستقبل المئات من التلامذة والتلميذات بعد أن حرموا من التعليم فيها ها هم يعودون وتعود معهم أحلامهم صفوف وأدوات دراسية متواضعة العودة إلى الدراسة كالعودة إلى الحياة هذا ما تقوله سمية إحدى تلميذات الصف السابع في هذه المدرسة عندما احتل داعش هذه المدينة جبرنا على ترك التعليم ما كان بوسع أحد الاستمرار في الحياة هنا تضررت مدرستنا كثيرا أنا الآن مسرورة بالعودة إلى المدرسة لكن يؤسفني أننا لا نملك مقاعد للدراسة ولا كتب بالرغم من ذلك يسعدني العودة للمدرسة من جديد أكثر من تلميذة تتشارك في كتاب واحد ولسان حالهن استغاثة للجهات المعنية الجدران تشهد بما مضى والتلامذة يدركون جيدا أهمية الوقت والاستقرار هنا لم يبق من داعش ذكريات في الأذهان فقط بل آثاره في كل مكان والدراسة هنا تتحدى تلك الآثار المدرس حبيب الله يطالب التلاميذ باغتنام الفرص والتركيز على الدراسة في الوهلة الأولى كان داعش يتعامل بحذر وبعد أن قويت شوكته بدأ بالمضايقات الشديدة
أخذوا جميع المدرسين في هذه المدرسة إلى وادي مهمند حيث أجروا معنا تحقيقات طويلة. قالوا إننا مرتدون ويجب قتلنا، لكن بعد وساطات قبلية ومحادثات معقدة أطلقوا سراحنا. مدرستنا تضررت أثناء احتلال داعش لها لمدة أكثر من عامين. كل مرافق المدرسة تضررت بشكل كامل، وهناك دمار منتشر في كل مكان. نواجه نقصا في الأدوات المدرسية، لكننا سعداء بالعودة إلى المدرسة. إذن عادوا إلى مديرية أشين بعد تطهيرها من داعش، وعادوا إلى مدرستهم ليواصلوا التعليم. وفي هذه الدهاليز الضيقة يربون أحلامهم ويثابرون من أجلها، علهم ينسوا مرارة حكم داعش ويبنون أساس مستقبل جديد. في خبرنا الأخير، تهافت عشرات الأطفال إلى داخل حافلة فور فتح الباب للاستمتاع بتصفح الكتب الكثيرة المنتشرة على رفوف أول مكتبة جوالة في كابول. بخطوة لافتة يرمي القائمون عليها إلى سد النقص الفادح في هذا المجال، وتستوقف المارة في الشوارع المقبرة للعاصمة الأفغانية هذه المكتبة المقامة في داخل حافلة زرقاء تحمل اسم الجوز، وهو خيار قائم على التشابه بين حبوب الجوز والدماغ. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. دائما نذكركم بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار اللي عرضناها ضمن البرنامج على موقع أخبار الآن اللي راح يظهر أسفل الشاشة أمامكم. ظهر. تقبلوا تحيات فريق العمل، نضال عمارية في الإعداد، أليم برهوم في الإخراج، مني روناك عادل، أطيب التحايا، في أمان الله.